اخت ساندي اهلا، اخت ارين اهلا، تحياتي لكم. مشكوره بطله، مشكوره، خليك فرحانه، ربي قويك. في حياتي انت حبيبي يا يسوع، يا وعزي وفرحي وشبعي في الجوع. حياتي انت حبيبي يا يسوع، طيب عساي، أنا وسهلا بكم في هذا اليوم الجميل والرائع، تحياتي لكم جميعا. كنا فاتحين لايف لكن للأسف إنه بلغ ونحضر اللايف. طبعا أنا قدمت طعن، فخلي نشوف إنه شنو نتيجة الطعن، لكن هي هاي للأسف الوسيلة اللي انه يريدون دائما يسكتون بي. طيب تعال تفضل حاور. لا ما حاور، راح ابلغ ماكو مشكلة، عندنا حساب ثاني وثالث ورابع وخامس وسادس وعاشر، بلغ، تحب تبلغ بلغ. طيب هم عبالهم يعني راح يسكتون لما يبلغون، يعني كلمة الله لا تقيد، كلمة الله جبية لا تقيد. طيب عساي، طبعا انا بعدني ما سويت شير، راح اسوي شير همن الاخوان الخوات، سوي شير، وصليك يكون لايف جدا جميل ورائع وربي قوينا، ربي يسوع قوينا. طيب شير 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 شير، هذا كله شير 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 شير، جميل.
طيب حلو، الأمور كلها زينة، اللايفات الشير زين، عاشتيتكم ربي يقويكم، الاكسبلور همينة واضح، حلو ماكو مشكلة، ربي يقوينا ربي يقوينا. طبعا بس أريد أشوف إنه هو لما أخلص اللايف أريد أعرف إنه إيش صار، هل انقبل الطعن ولا لا، ماكو مشكلة ربي يقوينا. إخواني كبسوا رجاء، طبعا إحنا ماكو حاجة، أبو أندرياس مشكور، عزيز مشكور مشكور، احنا طبعا ماكو حاجه نخاف او شيء. اخ الياس تحياتي وسهلا بك العزيز. يا رب اخوان التصويت على الوجه المبتسم، التصويت اخ قيس تقدر تفتح تيك توك من على الويب، ايه صح، بس ليش يعني، شنو الفائدة أو شنو الداعي؟ ننتظر على ما يجون الإخوان والخوات والهلاهل والفرح، والفرح والهلاهل والانتصارات والقوات، الرب يقوينا. حتى أشوف انقبل الطعن أو لا. إيه صح 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 أنا فاتح من الويب. طيب شلون أشوف؟ خذ حساب الثاني، دخول شنو الموضوع. بس شلون اشوف اذا جتيني رسائل او لا. لا بعد ما كان قرروا، بعد ما كان قرروا لا. اخ جاي تحياتي وسهلا بك العزيز، وسهلا بك. اخت لاوري تحياتي وسهلا بك. للاسف طلعنا لايف على الحساب الرئيسي 10 دقائق وانحضر، طلعنا لايف على الحساب الرئيسي. اخت ارينا كانت موجوده، مشكوره اخت ساندي مشكوره، اخت اخت زريان هم كانت موجوده للاسف. خلاص انحضر صح 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 ابو اندرياس صح صحيح كلامك صحيح. طيب اكو واحد راسا طالب جست، شوف منو هذا، تفضل. مساء الخير اخوي. مساء النور، وسهلا بك. عفوا شنو الموضوع اذا يمكن نقدر نتناقش به؟ الموضوع هو السؤال لي والسؤال لكم، انت شيعي ولا سني؟ انا مسلم. مسلم حاضر، شيعي ام سني؟ شيعي. شيعي. حضرتك انت كلداني لو انجيلي؟ لا كلداني ولا انجيلي، بس هي الصفحه مكتوب كنيسه يسوع المسيح، فاغلبيتهم الانجيل. الاسم هو كنيسه يسوع المسيح، نعم. وهل نحن تابعين لطائفه؟ كلا، نتمسك فقط بالكتاب المقدس. اوكي اخونا، العهد القديم او الجديد؟ عفوا اثنيناتهم. تمام تفضل السؤال. هل النبي عندك معصوم؟ طبعا النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو معصوم. ممكن تقرأ لنا سورة يونس والآية 94؟ والله حقيقة القرآن مو يمي، فإذا أمكنت تقرأ لنا. أنا أقرأ لك. أشكرك. يقول القرآن: وإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. عندك فكرة شنو معنى كلمة ممترين؟ حقيقة ما عندي، فإذا أمكن أنت تشرح لنا. حاضر. فلا تكون من المشككين. كيف إلهك يقول لرسولك لا تكن من المشككين؟ تفضل. عفوا هو إلهي منو قصدك؟ الله سبحانه وتعالى لو يسوع المسيح؟ لا، إله القرآن. كيف يقول لرسولك أن لا يكون مشككا وهو معصوم؟ تفضل. والله حسب ما أنا أعرف بأنه الإلهي هو نفس إلهك، يعني ماكو فرق بيناتهم. لا أبدا أبدا، أكو فرق عظيم بيناتهم. يعني تعتقد أنه يسوع المسيح بزمنه ما كان موجود مثلا دعارة مثلا؟ احنا حاليا موضوعنا مو الدعارة، موضوعنا
نعم. طرحت عليك سؤال، لا، هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. القرآن الآن أثبتنا أنه يحطم المذهب الشيعي، وأثبت القرآن أن المذهب الشيعي مذهب باطل. عفوا، هذا وين موجود يعني؟ ما اعرف، عفوا يعني ما اعرف، تقارير لو يعني مقتطف بعض الكلمات من بعض الكتب المعينة. لما أعطيتك الآية وإن نعم. كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فإن كان رسولك معصوم، ما هو الداعي أن يقول إلهك لرسولك لا تكن مشككا يا محمد؟ لا، هو الله سبحانه وتعالى من بعث الآية الكريمة على النبي محمد، فهو مو إنه يشكك بقوله أو برأيه، إنما فقط للتفكير يعني. أخونا يقول له فلا تكونن يعني من بيقول لك الممترين. يعني لا تكون إنه مشكك بيها، بس هو مو معناه إنه كان بس عنده شك بيها. ليش ده يقول هذا الشيء؟ ليش يقول هذا الشيء؟ هسه أعطيك مثال. إذا أنت عندك ابن كامل كامل لا يخطئ، راح تقول له لا تشكك بيه؟ طبعا، اذا انه مثلا من اختار له مثلا طريق معين او دراسه معينه او منهج بالحياه معين، هو ممكن انه انت يكون يشك في هذا انت الموضوع ماكو او حاجه ياتي او انت ماكو حاجه تختار له، انت انطيته الكمال. لا، فهو ما فيش دائما، اسمه في كمال. فاخونا هو الرسول، عفوا، كامل، الرسول كامل هو ام لا؟ يسوع مو كامل، فكيف انه النبي محمد اخونا عليه الصلاه والسلام. خليك عن يسوع حاليا. انت اصلا ما نعم. تعرف من، انت ما تعرف من هو يسوع. اسمعني لا، يسوع انه حاليا، رجل سياسي اسمعني اخونا، محتال ضحك على الناس، اخونا حقيقة عندك هذا. حاليا جواب على سؤالي؟ والله انا جاوبتك باللي اقدر عليه اودعتك حاليا. اودعتك ما جاوبت، اودعتك ما جاوبت. يقول له فلا تكونن من الممترين، ودعتك ما جاوبت. لماذا يقول إلهك لإنسان معصوم لا تكن مشككا؟ معناه هو ممكن يكون مشكك. بالمناسبة هاي الآية الأولى، الآية الثانية، سورة التحريم، يا أيها النبي، أنا بعد أقوى، إلهك يعاتب نبيك يقول له يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. شباب ساعدونا بالتكبيس والشير شوية، قبل شوية صار انه انزعاج انه انحضر اللايف، بس الرب يقوينا. الحساب العربي بعدنا 10 دقائق، ما طالبين حتى، اصلا ما فاتح الجستات، الجستات ما مفتوحة، حضر 7 ايام. يلا يلا، ربي يقوينا، ربي يقوينا. بس انتم ساعدونا بالتكبيس والشير، واللي يقدر يدعم البث حتى ينتشر اكثر واكثر ما يقصر. طيب خليني اشوف شنو صار. اي واحد يحب يحاور يتفضل يطلب جست. الاخ مازن كاتب اشياء باللغه العبريه، عزيزي اكتب باللغه بالشيء المفهوم، اكتب شيء مفهوم. منو قال لك احنا نتكلم اللغه العبريه؟ منو قال لك احنا نتكلم اللغه العبريه؟ بالضبط اختي، بالضبط اختي، تروح بالضبط اختي، تروح. ما لحقت، ما لحقت. شلون؟ طبعا هسه انا اعتقد انه يعني طعني راح ينجح، على الاكثر طعني راح ينجح، لانه انا اصلا بعدني ما تكلمت، احتمال كله اصلا الحظر يطير، او احتمال يبقون حظر ليوم واحد فقط. خلينا نشوف. تفضل تفضل تفضل. هسه انت مصدق حالك حوارات وهيك عن جد يعني؟ قاعد بالمخزن بهالصلعه. اولا مصدق. اولا عندك مشكله اخرس بالنت، اولا اخرس. عندك مشكله بالنت، انت عندك مشكله بالنت. ثانيا ممكن حاليا تكون رجال وتفتح الكاميرا تحاورني. اخرس لما احكي، ممكن لما احكي تكون، اخرس قاعد ممكن تكون بالمخزن. رجال، ممكن تكون رجال تفتح الكاميرا تحاورني، قاعد لي بالمخزن. ممكن مصدق. تكون، ممكن تكون رجال تحاورني، لو انت واحد جبان. احاورش بقى. جبان، يلا يا جبان، يلا خليك رجال، خليك رجال. هسه تعال اطلب قس، افتح كاميرا. اذا انت رجال، إذا أنت رجال اطلب جست، افتح الكاميرا، أوكي عزيزي؟ وتعال هسه أنا مناظرة بيني وبينك، خلي نشوف إنه منو من عندنا في الظلام ومنو من عندنا في النور، أوكي يا عزيزي؟ أهلا بك، تحياتي لك. طبعًا أنت اليوم خطية مسكين، راح تفكر تقول أنا أسبب هذا الرجال وهو يقلي عزيزي،
حتسوي عندك عقدة هاي الموضوع. هذا الموضوع يسوي عندك عقدة نفسية، يسوي عندك عقدة نفسية. أنت لاسمك سامر غنيم أو غنية اطلب جست، لاسمك سامر أو سمير اطلب جست. يلا خلينا نشوف بلك الطلب جست. تعال إذا أنت رجال افتح الكاميرا، إذا أنت رجال افتح الكاميرا. شو يا تربية الكنيسة؟ إذا أنت رجال افتح الكاميرا، افتح الكاميرا. بقرص بقرص جبان جبان، امشي جبان، أو مثل ما يقولون المصريين يلا يلا. لما تكون، لما تصير رجال تعال، لما تصير رجال تعال عزيزي. إخوان التصويت في أسفل الشاشة رجاء، ساعدونا بموضوع التصويت، يعني الكل يصوت على الوجه المبتسم. مشكورين، ماكو مشكلة أخونا أبو أندرياس، نظل نحاول. أخ نينو وتحياتي وسهلا بك، أو أخت أو أخ نينو أنا ما أعرف، وسهلا بكم. شو الموضوع؟ الموضوع أمام عينك، سؤال لي وسؤال لكم شباب. الكل يكبس وشير إخوان، التكبيس بطيء والشير ماشي حاله، بس التكبيس بطيء، الشير ماشي حاله والتكبيس بطيء. تفضلوا. مرة قلت جست، ايه عزيزي اطلب جست، اطلب اطلب، انت ما طالب. يقل لي جست، اطلب جست، اطلب جست اخونا. كل مرة اقول له اطلب جست. اها ها هسه اتفضل. خلينا نشوف هذا رأي. شنو؟ تفضل. شنو؟ تفضل افتح المايك. اتفضل. ايه ماكو مشكلة. انا صار لي ساعة اقول لك ما طالب جست، ما طالب جست. انا ما عندي مشكلة انك تغلط. أنا عاتبتك؟ ما عاتبتك، تفضل. ليش هاي الآية القرآنية من عندي؟ لحظة أخونا. أنا سألتك سؤال؟ حبيبي أنت كنت عم تحكي معك السمع، كنت عم تسأل أسئلة. أنا سألتك سؤال، تقدر تجاوب؟ أنت شيعي؟ حبيبي أنا مسلم، لا شيعي. آخ، الأخ الشيعي يؤمن أن الرسول معصوم. إن كنت أنت من أهل السنة والجماعة، إن كنت أنت من أهل السنة والجماعة فأنت تؤمن بأن الرسول غير معصوم. فشون تريدني أحاورك كشيعي؟ ما ناس ما تفهم لغة عربية. إخوان مرة ثانية التصويت في أسفل الشاشة على الوجه المبتسم، والتكبيس والشير. أقلك يا أخت أرينا تسمعيني، أقلك يا أختي إذا حطيته مرة السم اللبناني راح يسوي مشكلة هذا الشيء أو لا؟ تعرفين؟ إذا حطيت مرة سم لبناني يا أخت أرينا، مو قلنا رجاء لا تحضرين أحد؟ قلنا رجاء لا تحضرين أحد، لا تحضرين أحد رجاء. طيب نكمل. اللي يحب يتحاور يتفضل يطلب جست، سؤال لي وسؤال لكم. اللي يحب يحاور يتفضل يطلب جست، سؤال لي وسؤال لكم. جانا هذا الأخ المسيحي، تفضل. أخونا ممكن تهدى؟ ممكن تهدى؟ ممكن تهدى؟ ممكن تهدى ولا لا؟ تقدر عندك القدرة تحاور ام لا؟ طيب ايه ماكو مشكلة، شيل الحظر عنه.
ايه ماكو مشكله، ماكو مشكله، شيل الحظر عنه شنو، ماكو مشكله شيل الحظر. طيب ما نسمع، ماكو صوت، ماكو مشكله، ماكو مشكله، ماكو مشكله. طيب عزيزي عود، لما انت تكون ذو اخلاق طيبه تفضل، اهلا وسهلا بك. ما افتهم، لما تعرف تحاول تعال. ما اعرف ليش انت ما عم تشوفون اللي عم يطلع، ليش ما عم تشوفون اللي عم يطلع؟ ماكو مشكله، هسه اقدر انه اطلع قص خارجي او شيء، ماكو مشكله، ماكو مشكله. العم اي ماكو مشكله، ماكو مشكله. اعتقد حاليا، اعتقد حاليا حلت المشكله يعني، واذا ما انحلت تطلع قص خارجي، ماكو مشكله. أي إنسان يحب يشارك في الحوار يتفضل، أهلا وسهلا بكم جميعا. يسوع المسيح هو الله المبارك الحي القدوس البار الذي أحبنا وغسلنا بدمه من خطايانا وجعل منا ملوكا وكهنة. للأسف أنه أنتم يا أخواني المسلمين تعتقدون أنه إحنا أعدائكم، والعكس هو الصحيح. نحن نريد خلاصكم، نحبكم، نريد أن نخرجكم من الفخ الذي وقعتم فيه بقوة، وقعتم في فخ عظيم جدا بكل قوة، فخ عظيم جدا بكل قوة. أوكي، هو الأخ لين أو أخت لين، المشكلة أنه ما يفكرون، ما يفكرون أنه يسوع المسيح قام من بين الأموات وسحق الموت تحت الأقدام. الأخت حوراء تسأل كيف يعني وقعنا في فخ، بأنكم صدقتم بالقرآن الذي يكذب التوراة والإنجيل، القرآن الذي يكذب موسى، الذي يكذب إبراهيم، الذي يكذب كل الأنبياء. والقرآن يضحك عليكم ويخدعكم، راح أعطيكم مثال. القرآن يقول والله والله يعصمك من الناس، هذا كلام باطل، لأن الحديث الصحيح يقول أن الرسول كان مسحورا. القرآن يقول والله يعصمكم، هذا الكلام كذب، لأن الرسول سحر، الرسول سحر، هاي حقيقة، هاي حقيقة. الرسول كان مسحورا وأراد الانتحار، وقال لامرأة ناضجة اسمها سهلة بنت سهيل أن ترضع رجلا ذو لحية، موجود في البخاري أختي، تفضلي ابحثي في البخاري عن حديث مطبوب أي مسحور. نحن هنا أخواني المسلمين حتى نحرركم من الظلام الذي أتى عليكم من 1400 سنة إلى الآن، ظلام رهيب جدا أتى عليكم من 1400 سنة إلى الآن. نريد أن نخرجكم من هذا الظلام القاتم، ظلام قاتم جدا. دين السنة المحرفة، أنت شيعية يا أخت، نفس المبدأ. إذا أنت شيعية نفس المبدأ، أنه تقولون أن الرسول معصوم، القرآن يقول كذب، القرآن يقول كذب. يقول لي أنا حر عزيزي، أنا حر، ونحن أقوى من الخطيئة ومن الشيطان باسم يسوع. تفضل، اعتمد هذا نفسه، تفضل تفضل. اهلا بيك، اهلا بيك. انت انسان مسيحي؟ الجست حاليا مو المسيحيين اخونا، اعذرنا. بس سؤال. ابعث لي على الخاص، ابعث لي على الخاص. سؤال مباشر بس اخونا، اسألني سؤالك على الخاص. يلا أوكي. ما حد مبين على الجست، ما حد مبين على الجست، ماكو مشكلة، ماكو مشكلة. إخوان الجست ما عم تشوفوه؟ أخلاوان سلام يسوع الله وسلم بيك العزيزي. شباب الجست ما عم تشوفوه؟ حتى نعرف شو نسوي. ما عم تشوفون الجست؟ ماكو مشكلة. هسا نطلع جست خارجي. ماكو أي مشكلة. جست خارجي، جست خارجي، تفضل تفضل تفضل.
نطلع قص خارجي بلكي نحل الموضوع. اي ماكو مشكله هسه. هسه اعتقد انه الامور ترتبت، اتمنى هسه الامور نعم. اي هذا هذول كانوا فاتحين دبكه. ربي قوينا، يسوع المسيح قوينا، يسوع المسيح قوينا. هذا على شنو كاتب تكبير؟ ما فهمت انا تكبير شنو بالضبط. تفضل. شباب القس حاليا صاعد ولا لا؟ شوفونا بالله. مرحبا. لا هسه قام يبين الكيس. اي لحظه اخونا، لحظه خلينا نشوف المتابعين اما يشوفوك. اخوان الكيس مبين ظاهر ظاهر. طيب عزيزي اهلا وسهلا بك، اسمك من وين؟ حبيبي عمر. عمر وياك. من العراق. شيعي لو سني اخونا؟ مسلم. مسلم الحمد لله. اي حاضر. مسلم شيعي ام سني؟ اسال المذهب. تعرف ليش اخونا؟ ليش؟ تصور مثلا انت انسان شيعي زين. نعم. واني مثلا اشكل عليك من البخاري ومسلم، راح تقول لي يا قيس احنا ناس شيعة ما نؤمن بالبخاري ومسلم، احنا نؤمن بالكافي، نؤمن ببحار الانوار، نؤمن بهاي الكتب، نؤمن بالعلامة المجلسي. يا اخوان هذا الكتاب اللي تحكي عليه البخاري او مسلم هو مو حجة على المسلمين ولا كتاب سماوي، كتاب عادي. البخاري هو حجة على المسلمين السنة. مو كلهم. كلهم؟ لا والله مو كلهم. كل من ينتمي إلى أهل السنة والجماعة، إيه؟ إلى هاي الطائفة يؤمن بالبخاري ومسلم. لا بس الوهابية أكثريتهم تقريبا. لا أخونا. يا أخونا. لا أخونا. ماكو. مذهب أهل السنة، مذهب أهل السنة والجماعة واضح جدا، يتكلم عن القرآن والسنة. القرآن والسنة وليس يعني صحيح مسلم والبخاري. عزيزي. بس هي السنة موجودة في بخاري ومسلم. أنا أشوف بالنسبة لي يعني كإنسان من حقي أطري أشوف بالنسبة لي أن البخاري أو مسلم شخصية وهمية. يا أخونا بس حاليا ما حد طلب رأيك. إحنا حاليا في حوار، ممكن توضح لنا أنت شيعي لو سني حتى نجاوب أسألك. أسألك. أوكي شيعي شيعي. طيب اخونا النبي بالنسبه لك معصوم؟ اي. جميل. ممكن تقرا لنا سوره يونس والايه 94؟ والله ما اكو يمي قران، كان قريت لك سوره يونس. انا اقرا لك اياها. اقرا. يقول وان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسال الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. اوكي. تعرف شنو كلمه ممترين؟ لا والله ما اعرف. معناها مشككين. السؤال لماذا يقول إلهك لرسولك المعصوم يا محمد لا تكن من المشككين؟ بس هو ما جاب طاري اسم به. وإن كنت في شك مما أنزلنا إليك. اي بس ما جاب طاري بها النبي، هو ما قال محمد. وإن كنت في شك مما أنزلنا إليك. بس عزيزي لحد الآن ماكو اسم، ماكو صفة. القرآن أنزل على منه؟ أنزل على محمد. مو بس خاطبه بالآيات، خاطبه يا أيها النبي. إذن 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 هنا دا يخاطبه ويقول له وإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. إيه فعزيزي فأنت عفت القرآن كله، أخذت لي هاي الآية زين، بس هو خاطبه بيها مو خاطبه، قال يا أيها النبي مو يا أيها الرسول. هو ده يقول له يا أيها، ده يقول له وإن كنت في شك مما إيه أنزلنا بس ما إليك. يا أيها النبي ما قال يا أيها الرسول. هو قال، والسؤال قال إليك أم لا؟ قال إليك. الكاف لحظة الكاف ضمير. نعم. متصل عائد لي إلى من؟ إيه بس هاي صفة. الكاف الكاف ضمير متصل عائد إلى من؟ تقديره هو. هو من؟ هو النبي بس ما موجود بالآية. حيك عزيز تحياتي وسلم بك مع السلامة. يقول لك ما موجود بالآية. إخوان ترى التكبير جدا بطيء، ساعدونا شباب مشكورين.
يقول لك ما مجلد. تفضل 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 اخونا. عجيب. سهلا. شنو؟ كيف حالك؟ علي صوتك، علي صوتك. محمود من وين؟ انا من غزة. محمود من غزة، سني ام شيعي؟ لا سني. سني. عندنا سؤال عزيزي. تفضل. ام المؤمنين عائشة عندما تزوجت الرسول كم كان عمرها؟ والله ما ادري، ممكن تسأل اهل الاختصاص، يعني انا مش متعمق في الدين كتير، بس الحمد لله الواحد يعني عارف اساسيات دينه كويس. اسأل اهل الاختصاص، لعد انت طالب قصد ليش؟ والله عادي، يعني انا يعني في ناس اهل اختصاص ممكن تسألهم اكتر، يعني انت سألتني سؤال يعني مش مجهز حل للجواب، بدي اعرف الجواب من كتبي. جميل، احنا نعطيك الفرصة، ابحث عن الجواب وارجع لنا من تدريك. ما في مشكلة. اهلا وسهلا بك، تحياتي لك اخونا، اهلا وسهلا بك، تحياتي لك. هلا. تحياتي لك. بس من هسه انا راح اساعدك، انا راح اساعدك، راح تشوف اكو تناقض في الموضوع. كيف؟ ام المؤمنين عائشة تقول في صحيح مسلم كان عمرها 6 سنين، عذرا في البخاري كان عمرها 6 سنين، في مسلم كان عمرها 7 سنين. فأصلا في الأحاديث أكو تناقض، تارة هي تقول، تارة هي تقول 6 سنين، وتارة تقول 7 سنين. أوكي يا أخونا، حيك الله وسلم بك. شباب، تكبيس وشير، تكبيس تكبيس وشير. طبعا هذا الحساب أوروبي، حتى لو يحط السيم كارت ما يطلعون الصناديق، صح؟ الحساب الأوروبي في كل الأحوال ما يطلع صناديق. يلا ماكو مشكلة، ماكو مشكلة، ماكو مشكلة. أخ آشور، تحياتي، أهلا وسهلا بك يا عزيزي، أهلا وسهلا بك. إخوان، التصويت في أسفل الشاشة، التصويت في أسفل الشاشة. مشكورين، شكرا جزيلا. تفضل تفضل إخوان. رجال، أي إنسان مسيحي لا يطلب قسط، أي إنسان مسيحي لا يطلب قسط، رجاء. تفضل أخونا. تفضل أخونا، تفضل أخونا. أج كيو، تحياتي وسلم بك أخونا. عنده مشكلة بالنت. طيب، هلا أحل. يسوع ملك الملوك مجدا. أخ لوند عزيزي، تحب تتكلم عن على على باشر؟ لو ما تريد تتكلم على باكر، اعتقد اكثر الناس ما يعرفون. اعتقد اكثر الناس ما يعرفون. دي 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 دي. سلام عليكم، الرب يسوع المسيح معكم جميعا. يا هلا أخوي يعني. المباركين الموجودين، نبدأ منك يا قيس وكل الأخوة الموجودين اسم اسم، وكذلك الأمر سلام المسيح مع المسلمين الموجودين، يعطيهم النعمة وبركه. يا أخوي، بكرة السبت 7 بتوقيت مكة راح يكون في مناظرة بيني وبين الشيخ زين خير الله. موضوع المناظرة هو من هو الإله الحقيقي بين الإسلام والمسيحية؟ إله الإسلام هو الإله الحقيقي أم إلهنا اللي بنعبده القدوس هو الإله الحقيقي؟ أخلاوان بس ثانية، في واحد عم يقول ما في صوت، في صوت صح؟ أخونا يوزر، المشكلة عندك أعتقد، اطلع وادخل. أخ يوزر، مشكلة عندك. نعم طيب، المطلوب من اخوتي المسيحيين صلاه من اجلي، صلاه لحتى الرب يحط الكلمات المناسبه على لساني، صلاه من اجل دحض اكاذيب ابليس وفضح ابليس وفضح اعمال الظلمي، وينتصر اسم المسيح دائما ويكون عالي فوق الكل. رجاء من جميع الاخوه المسيحيين الموجودين يتمموا هذا الأمر لأجل بكرة ويبدأوا من هلأ ومن هاي اللحظة.
يحطوني أمام الرب. شكرا قيس خيي. رب يقويك عزيزي، رب يقويك وينصرك. اخوان اخوان لحظه 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 اخوان، رجاء لا احد يتجاوز بالتعليقات، رجاء لا احد يتجاوز بالتعليقات، اترجاك من الطرفين، من الطرفين لا احد يتجاوز بالتعليقات رجاء. اما انت اللي اسمك مسلم فاحنا الفيديو موجود، الفيديو موجود مع عبد القادر، شلون واحد جبان هارب. اوكي عزيزي روح جيبه وتعال. يقول لك سعبيش يكون الساعة السابعة بتوقيت مكة والعراق، يعني الساعة ستة مساء بتوقيت أوروبا، توقيت أوروبا الساعة السادسة مساء، توقيت العراق ومكة الساعة السابعة مساء. ف راح تكون قست بقست صح؟ قست بقست. شيء جدا جميل. أنا طبعا لحد الآن متعجب شلون الشيخ قبل المناظرة هلاحل. جميل جميل، ربي قويك. طبعا احنا اتفقنا على موضوع المناظرة واتفقنا على كل شيء ما عدا نقطة واحدة اللي هي عدد المداخلات. اليوم انا بس خلص الشغل راح اتواصل معه ونحدد هذا العمل. جدا جميل وجدا مهم، واهم شيء ماكو مداخلة، انت عندك وقتك هو عنده وقته. بالضبط. بعدين تصير هوسه، اصير هوسه بعدين. لا ما في منه. على كل حال انتم كونوا موجودين، وكمان بطلب من اخوتي المسيحيين بكره رجاء خاص، رجاء بمحبه المسيح، ما يصير اي تجاوز، ما يصير اي كلام لا يليق بمجد المسيح. كل الكلام يكون بترجاكم، انا بفضل تصلوا لاجلي وتحطوا اسم المسيح، ما تحطوا كلام ما له طعمه، والرب يدين عليه. طيب عزيزي ربي قويك وهلاحل وفرح وهلاحل وهلاحل. هلا هلا عزيزي، هلا هلا منور 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 يسوع معك، الرب معك وينصرك وينصر كل الموجودين باسم المسيح. ربي قويك اخونا، دبك على نفسك هلا عزيزي، انا وسلم بك هلا يسوع معك. طيب جاء هذا الاخ مره ثانيه، تفضل اخونا. اي انسان مسيحي رجاء لا يطلب قس، تفضل تفضل اخونا. عندك مشكلة بالصوت أخونا يعقوب، عندك مشكلة بالمايك، مشكلة بالإنترنت، مشكلة بشيء ثاني، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام وسهلا بك. تو تكلمت معايا سيدتنا عائشة رضي الله عنها. نعم. بتقولي كم كان عمرها؟ صح. كان عمرها 9 سنوات. انطيني المصدر. كيف؟ انطيني المصدر، وين لقيت هاي المعلومة؟ انت قديش بتقول عمرها؟ يعني انت لما تسأل سؤال انا اقول لك هسه، تقول قديش انت هسه اقول لك. صحيح البخاري لنا حديث طبعاً. عن ام المؤمنين تقول تزوجني الرسول وانا عمري 6 سنين وبنى بي وانا عمري 9 سنين وبقيت معاه 9 سنين، يعني لما ترملت كان عمرها 18 سنة. واضح؟ طب شو مشكلتك في هيك يعني؟ عندنا في صحيح مسلم تقول أم المؤمنين عائشة أنه كان عمرها 7 سنين. طب إيش خلافك أنت بستة أو سبعة؟ ما هو هذا إيش ضرك في الموضوع؟ ما هو هذا، لا إحنا مو قصد ضرك، قصد نعرف أنه ما هي الحقيقة. هي الحقيقة يعني بإيش راح تهمك أو بإيش راح تهم الناس؟ الحقيقة تهم أنه إثبات أن العقيدة الإسلامية متناقضة من مصادرها. لا ما إلها علاقة في اللي أنت بتقوله. طيب كان عمره 6 أو 7؟ مش خلاف يعني، حاجة ما أعتقدش أنها حتهمك يعني. كان عمره 6 أو 7 أخونا؟ يعني أنا بهمني الرسول كان أخونا قديش ممكن عمره. أخونا ممكن كذا تعترف أنه هذا تناقض؟ لا مش تناقض. طيب اخونا حياك الله وسهلا بك، اذا الاشياء الاساسيه المنطقيه للعقل انت ما توافق عليها، 6 وتارة تقول 7، هذا تناقض لا مو تناقض؟ حياك الله وسهلا بك. طيب شباب
نظل نكبس ونشير طبعا. يلا يلا ربي قوينا. يسوع ماكو حد طالب قست؟ اكو حد طالب قست، تفضل. تمر السنين، تفضل 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 اخونا، افتح المايك وسد المايك. تفضل اخونا، هسه اعتقد احتمال يشوف. تفضل يمعود، تفضل. ها منو هاي مريم؟ وحدي مريم تقول منو هاي مريم؟ كبرت شنو شكيت بي؟ ها مشكورة مشكورة اخت مريم، مشكورة مشكورة. اهلا وسهلا بك تحياتي، اهلا وسهلا بك تحياتي. طيب نستمر نستمر. طبعا رجع هذا مرة ثانية اسمه يعقوب إسرائيل، ما اعرف منو هذا. تفضل اخونا. تفضل تفضل. ما اعرف هذا الشريط، يريد يبلغ. خلي نسمع ترنيمة شباب بينما يأتون تعال نسمع ترنيمة والرب يقوينا ويمينا بالفرح والسلام والهلاهل والفرح. طيب مو هاي الترنيمة، الترنيمة هنا أنا. يسوع ملك الملوك مجدا. اي واحد يريد يتحاور يتفضل يطلب قست، اي شخص يريد يتحاور يطلب قست يتفضل. يا مالك الملوك احتفل بفدينا الحي أموات تررن يسوع إلهنا حي يا مالكنا يا سيدنا لما عينينا طبعا انا قلت لكم انه انحضرت انحضرت وقدم الطعن. شو وقت قدم الطعن؟ قدم الطعن قبل ساعه، لحد الان ماكو جواب. اسم الترنيمه ترنيمه يا مسحنا، اسم الترنيمه يا مسحنا. قبل شويه طلعت لايف بالحساب الرئيسي 10 دقائق حاضر 7 ايام، حاضر من المنصه 7 ايام، وتحضير للحساب ايضا. فحفله حفله كبيره جدا، كانت حفله جدا كبيره. يلا ربي قوينا، ربي قوينا، ربي قوينا. ناس جبناء، ناس جبناء يقدمون بلاغ. ليش تبلغ؟ ليش انت جبان؟ تعال تفضل حاور حاور. يلا يلا راح ارجع افتح لايف على اليوتيوب اخوان، راح ارجع افتح لايف على اليوتيوب. هناك لا اكو حظر ولا اكو بلاغات ولا هم يحزنون، لا حظر ولا بلاغات ولا هم يحزنون، والرب يقوينا. والهلاهل والفرح، والفرح والهلاهل. بارك اسمك يا يسوع. اكو محاور؟ ماكو محاور. ممكن ممكن يسوع إلهنا حي يا إلهنا مالك زي لما عينينا تشوفك إلا حياتنا. هاي قوية، هاي أول مرة أسمعها عجبتني. عبد القادر مو قادر، هاي قوية، هاي هاي جدا قوية.
عبد القادر مو قادر. حلوة هاي، هاي جدا جميل. شلون دبرت، شلون دبرت هاي؟ عبد القادر مو قادر، هاي الحقيقة. عبد القادر واحد جبان هارب، عبد القادر واحد جبان هارب للأسف. المشكلة انه الشيوخ يخدعون هذول المساكين المسلمين بصورة خاصة النساء، يخدعون المسلمين بصورة خاصة النساء، انه يوضحوا لهم انه كانوا العقيدة الإسلامية عقيدة ثابتة قوية، هو بحقيقة انه عقيدة هشة لا أحد يستطيع الدفاع عنها. على العموم، شكرا يسوع. حنظل نبشر طبعا حاليا اخوان، حاليا كل الفيديوهات على اليوتيوب شفتوا قاعدة النشر بالهند، فيديوهات على مال قناتنا على اليوتيوب بالهند و بالفلبين وانه بالعراق وبتركيا وبالجزائر والمغرب تونس ليبيا حتى بأفريقيا وبأمريكا قاعدة تنتشر. أكو أخي يقول أنت عندك إثبات؟ أكيد عندي إثبات. تعال يا سودي، تعال تعال اطلب قست، تعال عزيزي. يقول لك أنت عندك إثبات؟ أي نعم أكيد عندي إثبات. وينك أنت اللي اسمك سودي ما أعرف شنو، وينه هذا سودي؟ تعال عزيزي تعال اطلب قست حتى نتحاور أنا وياك نشوف أنه عندي إثبات أم لا. تعال عزيزي، بعثنا لك دعوة، تفضل بعد شو تريد. أكيد التكبيس بطيء، أكيد التكبيس بطيء، وهي مشكلة. أخصنا في جيز تحياتي، لو كان تكبيسنا شوية أقوى يلا يلا ربي قوينا. تفضل. تفضل. أكيد التكبيس بطيء. تفضل. أكيد التكبيس بطيء وهي مشكلة. هذا عنده، هذا عنده مشكلة بن، عنده مشكلة. هذا عنده مشكلة بالنت أصلا، هذا أصلا عنده مشكلة بالنت. ليش يسوع ما اتبع أخت أسيل؟ تحياتي وسلام بيك. ليش يسوع ما اتبع دي؟ شون يسوع هو الله؟ شون يعني يتبع دين اليهود؟ ما فهمت. يسوع المسيح هو الله، شون يعني يتبع دين اليهود؟ شنو الفكرة هاي؟ شو الفكرة الغريبة هاي؟ دائما اقول اسيل يا معود، يا معود هاي كارثه. اصيل عزيزي اصيل، اعذرنا اخونا، اعذرنا اعذرنا اعذرنا. اصيل اصيل طيب، يوجد شخص يحاور، يحب يحاور، يتفضل. فراح اطلع، راح اطلع عمنا قريبا على اليوتيوب، اطلع لايف ايضا، والرب يقويني منه بالروح القدس والفرح والهلاهل والطمأنينة. مبارك اسمك يا يسوع. ساعة كاملة مجرد على الطعن. طبعا للناس اللي دخلوا قبل قليل، قبل شوية طلعت لايف بالحساب الرئيسي، 10 دقائق، ما طولت غير 10 دقائق، حاضر 7 ايام. قدم الطعن قبل ساعة، ماكو جواب. عجيب. لو اكو، خلينا نشوف جاء جواب. اوكي جاء جواب، يقول لك رفض الطعن، الطعن مرفوض. بس السؤال طبعا السؤال انه 7 ايام لو لا، ماكو مشكلة. هسه شوف بعد شوية مننا ما يبين، مو ما يبين مننا، ما اعتقد مننا يبين، لا ما يبين منها. اختي فعلي الجرس، فعلي الجرس. اكو جرس على اليوتيوب، بس اطلع راسا يوصلك اشعار انه انا طالع لايف على اليوتيوب. وطبعا القناه موجوده بالبايو، بالبايو مال الحساب الرئيسي. القناه اليوتيوب موجوده بالبايو مال الحساب الرئيسي، او الحساب الرئيسي طبعا موجود بالبايو مال هاي القناه. شكر يسوع. كلمة الله تنتشر والرب يقوينا. اخواني ربي يقويكم، يعزيكم، يشجعكم، يمليكم بالروح القدس والفرح. اريد اذكركم اخواني المسيحيين،
أريد أذكركم ببعض الآيات المهمة، أريد أسد التعليقات حتى تركزون. أريد أذكركم ببعض الآيات المهمة. شوفوا يسوع المسيح إيش قال؟ قال: لا تقلقوا من أمر الغد، دعوا كل يوم يهتم بأمر يومه، يكفي لكل يوم ما فيه من شرير. يكفي لكل يوم ما فيه من شرير. اثنين، الرسول بولس يؤكد هذا الكلام ويزيد ويقول: لا تقلقوا من أي شيء، من أي شيء، بل في كل شيء لتكون طلباتكم معروفة لدى الله بالصلاة والدعاء مع الشكر، والسلام الله الذي تعجز العقول عن إدراكه يحرس قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يجينا الرسول بطرس وينطينا هاي الجملة الرهيبة، شو يقول؟ يقول: ملقين كل همكم عليه إن هو يعتني بكم. احنا بالطبيعة نريد نقلق، نقلق في داخلنا، نقلق في شنو؟ في داخلنا، نريد نفكر، نفكر. لكن يسوع يقول لا تقلق، يقول ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. فيسوع المسيح الحي المبارك هو يعتني بنا، يقوي، يشجع، يعزي، ينطينا فرح وسلام أبدي. وقال: الذي يمسكم يمس حدقة عيني، وقال: أنا سوف أكون سور من نار من حولها. ماذا قال يسوع المسيح؟ قال: أنا هو الراعي الصالح، أنا هو الصاع الصالح، وخرافي تسمع صوتي، وخرافي في يدي، ولا أحد يستطيع أن يأخذها من يدي، أنا والآب، أنا وأبي واحد. فالرب يقوينا ويمينا بالروح القدس والفرح، ويذكرنا بالأشياء اللي قال يسوع. الروح القدس يقوي، يشجع، يعزي، وقال: سوف يذكركم بالأشياء التي قلتها، وسوف يريكم الأشياء التي سوف تحدث، سوف يريكم الأشياء التي سوف تحدث. طبعا شو لحظة أخوان، شو ثاني. يقول: سوف يذكركم بالأشياء التي قلتها لكم. فالروح القدس، عمل الروح القدس في حياتنا هو التقديس. شو يعني التقديس؟ يعني مثل ما قال الله لإبراهيم: يا إبراهيم أخرج من شعبك. الله قال لإبراهيم: أخرج يا إبراهيم من شعبك. طيب، بعدين لما نقرأ كتاب يشوع، لما نقرأ كتاب يشوع نفهم ليش، نفهم ليش. لأنه أهل إبراهيم كانوا عابدين أصنام. أهل إبراهيم كانوا شنو؟ كانوا عابدين أصنام. راح أقرأ لكم هاي القطعة الموجودة في كتاب يشوع. طبعا إذا صوتي مش معايا يعني. شوف شو يقول. هاي قطعة جدا مهمة حتى نفهم ليش الله فرز إبراهيم، قال له اخرج من أور، اخرج من العراق، من أور الكلدان، اخرج من هناك، وأنا رح أشوفك إنه وين تروح، اخرج من هناك. طيب، وين موجودة هاي القطعة الجميلة؟ وين موجودة هاي القطعة الجميلة جدا؟ وين 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 قطعة جدا جميلة بنهاية كتاب يشوع. يشوع يوضح لنا انه شنو الموضوع اللي كان. خلي ادور لكم اياها حتى اقرا لكم اياها، لانه قطعة جدا جميلة. قطعة شنو؟ جدا جميلة. طيب، Book of Joshua. ثاني. أربعة وعشرين يقول لك من ثلاثة، 13. شوفوا إخواني، لقيتوه. وقال يشوع لجميع الشعب، ركزوا إخوان، ركزوا، 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 ركزوا. راح أفتح التعليقات بس ركزوا. شوفوا شو يقول. يشوع بده يوضح مشكلة أو ليش
أراد الله أن يفرز إبراهيم. شوف ايش يقول. وقال يشوع لجميع الشعب: هكذا قال الرب إله إسرائيل: أباءكم سكنوا في عبر النهر منذ الدهر، تارح أبو إبراهيم وأبو ناحور وعبدوا آلهة أخرى، فأخذت إبراهيم أباكم، أخذت إبراهيم أخ أباكم من عبر النهر وسرت به في كل أرض كنعان. عزيزي صلى الله عليه وسلم، ماكو مشكلة، مرحب رحب عزيزي وسهلا بك، تحياتي لك. فإحنا نحتاج شو؟ نحتاج نتقدس، نتكرس، مثل ما الله قال لإبراهيم اخرج من شعبك. ليش؟ يقول لك لأنه آباء إبراهيم كانوا عابدي أصنام، أنت ممكن أبوك عابد أصنام، نعم لابس صليب لكن عابد أصنام. أخي ياسمينة، أختي ياسمينة تحياتي وسهلا بك أختي. ممكن يكون لابس صليب لكن عابد أصنام، لأن المسيحية ليس بلبس الصليب، المسيحية هي بهل تتبع يسوع المسيح أم لا، هل تتبع يسوع المسيح أم لا، هاي هي المسيحية. فممكن يكون أبوك عابد أصنام، أمك تكون عابدة أصنام. هذا إبراهيم، إبراهيم آباءه كانوا يعبدون الأصنام. يشوع 24 اكتب يمك، اكتب يمك يشوع 24 أخ حبيب تحياتي، يقول أنا أخرجت إبراهيم من أرض الكلدانيين، أور الكلدانيين. ليش؟ لأنه آباءه كانوا عابدي أصنام. الروح القدس شنو يريد يقدسنا؟ الروح القدس يريد يكرسنا، الروح القدس يريد يشيلنا من العالم. رسالته الأولى شوف ايش يقول أعزائي، صح صح أخ سلوان، صح. شوف ايش يقول، يقول شي، يقول هذا الكلام الرهيب جدا. لكنكم جيل مختار، كهنوت ملوكي، أمة مقدسة، شعب مخصص ممتلك لكي تستعرضوا فضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب. فإحنا إخوان لازم نفهم نحن مقدسين مكرسين، والحياة المسيحية إخوان هي مو بالعدد، الحياة المسيحية هي مو بالعدد. هسا إحنا 25 واحد، إذا واحد بس استفاد اللايف ناجح، إذا واحد بس استفاد من كلامنا اللايف ناجح، لأنه واحد فقط له القدرة أن يسحق الشيطان والعالم الروحي كله تحت الأقدام. أعيد، إنسان واحد مكرس مقدس، إنسان واحد فقط مكرس مقدس للرب يحتل العالم روحيا بالكامل، مثل ما احتلوا التلاميذ العالم. التلاميذ احتلوا العالم، كيف؟ بقوة الروح القدس. وعندما كان استيفانوس يتكلم مكتوب لم يكن أحد يستطيع أن يقاوم الحكمة التي كان يتكلم بها استيفانوس. والآن أيضا تشوفون الشيوخ يهربون، الملحدين يهربون، الجميع يهرب. لماذا؟ لأنه لا أحد يستطيع أن يقف أمام قوة الله، لا أحد يستطيع أن يقف أمام قوة الله. أخ وسام أنا أسلم بك العزيزي. على العموم أخواني أنا أترخص باكر مناظرة الأخ لاوند، باكر مناظرة الأخ لاوند الساعة 7 مساء بتوقيت مكة والعراق، الساعة 6 مساء ب ها ما تدري أروح ما أروح أبقى. هي المشكلة صدقني، أنا أعرف معاناتك، أعرف معاناتك. المشكلة أنا أعرف معاناتك. المشكلة إنه شنو؟ المشكلة إنه التيك توك ما بينه شيء مفيد، التيك توك ما بينه شيء مفيد. فأشكر يسوع اللي انطانا النعمة والرحمة انه علق لنخلي البرنامج بينه ملح، ملح يعني بينه طعم. ولا البرنامج شنو؟ البرنامج تيك توك حاليا صار عبارة عن، لا لا خلاص انا رح ابقى، رح ابقى ماكو مشكلة، رح ابقى
لا تخافون، خلاص خلاص راح ابقى راح ابقى راح ابقى راح ابقى راح ابقى. اصلا هو التيك توك شنو عباره؟ عباره عن برنامج تافه جدا 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 جدا، نسوان مصلخات يلعبون جولات ربح فلوس، برنامج فاشل. بس اشكر يسوع انه الرب قاعد يستخدمه حتى انه ينشر الكلمه، حتى الكلمه تنتشر بقوه قوه بقوه جدا رهيبه. فالرب صالح ورهيب جدا جدا. فذكروا انه الرب يريد يقدسنا يكرسنا ويعطينا القوه حتى نحمل الصليب، وانه اخي عزيزي انت طالب جست يوبي، هاي يوبي كلمه هولنديه همانه، يقولوها بلجيكي همانة يوبي يوبي يا با هاي همانة حلوة هاي الكلمة يوبي. إخوانا تعلموا كلمة يوبي يعني هلاهل. يوبي أنا ما استعمل يوبي بس يقولوها يوبي يعني هلاهل يعني فرح يعني فرح يوبي يوبي على العموم. فأخوان أريدكم دائما تتذكرون هاي الآية اللي قلتوها قبل شوية، يقول ملقينا كل همكم علينا ويعتني بكم. أعيد، ملقينا كل همكم عليه ويعتني بكم. مش قد مهم أنه نلقي همومنا على يسوع المسيح. احنا بالطبيعة نبدي نفكر، يبدي هذا يفكر يدور 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 يدور، بدل ما يدور قل له يا يسوع أنا أحتاجك، يا يسوع ساعدني في هذا الموضوع، يا يسوع ساعدني في ذاك الموضوع، يا يسوع ساعدني ساعدني. خلي العلاقة تكون حية، علاقتك مع يسوع المسيح تكون علاقة حية، علاقة حية، إنه أنت تتكلم مع يسوع. شو يقول؟ يقول نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب ركزوا والشركة وشركة الروح القدس تكون معكم. شركة الروح القدس بي تكون معكم. فاحنا شو الشركة؟ يعني ناخذ ننطي مع الروح القدس. وقال الروح القدس لبطرس، وقال الروح القدس للتلاميذ. حتى يسوع المسيح في كتاب الرؤيا ماذا يقول؟ يسوع المسيح في كتاب الرؤيا يقول من له إذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. ممكن أسألك سؤال في المسيحية؟ اسأل عزيزي، اسأل اسأل، أنا ما عندي مشكلة. أي إنسان عنده سؤال في المسيحية يتفضل، أي إنسان عنده سؤال في المسيحية يتفضل اسأل، انطلق. حبة وين راحت الصورة؟ صباح الخير. ايه موجود موجود. طيب حبة القمح تموت. صح صح اخونا ابو اندرياس، صح. الناس ما تفهم انه انت لازم تموت عن هذا العالم. يقول مع المسيح صلبت والان لست انا احيا بل المسيح يحيا فيه. مع المسيح صلبت والان لست انا احيا بل المسيح يحيا فيه. كلام واضح وضوح الشمس. فربي قويكم اخوان، ربي قويكم. استاذ قيم تسوي بودكاست حتى نتعرف عليك اكثر. شو يعني نتعرف عليك؟ ما افتبت انا عن اكو موجود على الموقع، الموقع موجود بالبايو، موجود موجود نبذة عني يعني انه وين مولود وش دارس وهذا. ربي قوينا شباب، ربي قوينا، ربي قوينا. ما هو مصير غير المؤمن بالمسيحية بعد الموت؟ الذهاب إلى الهاوية وبعدها الذهاب إلى بحيرة النار والكبريت، لأنه اتهم الله بالكذب، لأنه لم يصدق الشهادة التي أعطاها الله عن ابنه. ما هي الشهادة؟ أي أن الحياة الأبدية هي في المسيح يسوع. الذي يؤمن في الحياة يؤمن بيسوع المسيح له الحياة، الذي لا يؤمن بيسوع المسيح ليس له الحياة. أوكي عزيزي تحب تذهب للهاوية مع السلامة.
الذي يؤمن بيسوع المسيح له الحياة، والذي لا يؤمن بالعمل الكفاري وبالمحبة الرهيبة، بالمحبة الرهيبة التي أعطاها يسوع المسيح لنا عن طريق فدائه لنا بدمه الطاهر والثمين، أكيد هذا راح يذهب إلى عقاب الأبدين لأنه لم يصدق الشهادة التي أعطاها الأب عن ابنه. شو هذا المكان وشو تفاصيل؟ هذا مكان العذاب عزيزي، مكان العذاب، حيث ودودهم لا يموت ونارهم لا تطفأ. أخت ياسمين، أنت طالبي جست بالقصد لو بالغلط؟ ماكو مشكلة، ماكو. لهذا السبب قبل ما أطلعك قلت خلي أسألك، ماكو مشكلة، أنا وصلنا بالجميع. يا مالك الملوك، أخوان أي إنسان عنده سؤال بالمسيحية يتفضل ينطلق. ما الفرق بين النار في الإسلام والهاوية في المسيحية؟ هو أصلا منه قال لك أكو نار في الإسلام؟ أخرامي تحياتي وسهلا بك العزيزي، منو قال لك أصلا أكو نار في الإسلام؟ إذا قالت القرآن يقول قال لك القرآن محرف. عزيزي ما حد يعرف شنو هي العقيدة الإسلامية. أي شيء مكتوب في القرآن ممكن يكون محرف، إن البخاري ومسلم يوضحون أن القرآن محرف، وعند الشيعة الإمام المعصوم يوضح أن القرآن محرف. كم مرة ذكرت نبوءة محمد في الكتاب المقدس؟ ولا مرة، ولا مرة عزيزي، ولا مرة ذكرت. أحلى شيء لما يقعدون يتكلمون عن عابرين في وادي البكاء، يقول لك هذا وادي مكة، يهود عابرين في وادي مكة. طيب هم اليهود ايش قاعد يسوون بمكة؟ عابرين في وادي مكة. على يلا شو يسوي؟ المسيح هو الله الظاهر في الجسد، صح صح، هذا كلام، هذا كلام جدا رهيب، صح. المسيح هو الله الظاهر في الجسد، مليون آمين، مليون آمين. أي إنسان عنده سؤال إخوان في المسيحية ينطلق، يتفضل انطلق اطرح سؤالك. أخ جاي كل شوية، أخ جاي كل شوية يطلب جست. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا، تحياتنا. يا هلا بأخ قيس، يا ويلكم، يا ويلكم. يوبي يوبي، ايش اسمها هاي الكلمة؟ يا يوبي يوبي، شلونك أخ قيس؟ زين زين صدق زين. اليوم كان عندي طبعا البيحة بالليل، كان عندي متأخر شغل، واليوم الصبح كان عندي شغل، فكنت تعبان، بس قلت له خلي أفتح، خلي الناس يستفادون، فأنا كثير فرحان يعني إنه هو ما قلت قصرت. أفتح أشكر يسوع، أشكر يسوع. شو أخبارك أنت، شو أحوالك؟ أنا جيت، أنا دخلت باللايف، أنت انحضرت للأسف، يعني ما لحقت أول ما دخلت. أوكي، قلت خلي أروح أزين وأرجع. شو جاني إشعار أنت يعني؟ نعم، بعثت رسالة وجاء إشعار. نعم، نعم الله عليك، شكرا حبيبي، شكرا. فقلت يلا استغل الفرصة روح أزين وأرجع على السريع. صح صدق صح. للأسف طبعا قدم الطعن وجاء رفض، بس بعد ما أعرف شو يعني الرفض، يعني ما أعرف شنو محتوى الرفض. هل الرفض كله يعني 7 أيام محظور، أم يوم واحد؟ لأنه انا ما، انت شفت، انت انا ما طولت غير 10 دقائق، ما اعرف. انا شفتك لايف، قلت اوكي جيد، دخلت على اللايف بعد عد اقول سلام ونعمه، انت رديت السلام، شو انحضرت، قلت ما معقول محظوره، يمكن كل مره هاي مع الكاميرا ما اعرف ايش تصير، فقلت هسه يفتح اشوف، دزيت انه حضرت. صدق انا تفاجأت، انا طبعا انا حاليا اتمنى افهم شنو الشيء اللي صار، شلون ممكن بعشر دقائق انحضر حسابي. اتصور لك طريقه مال طعن ثانيه من داخل الحساب،
مرات تفيد. انا بس قاعد افكر، انا قاعد افكر انه هذا المفكر جدا قوي حاليا، هذا المفكر مو طبيعي. قل له يا مفكر على كيفك ايه ف يعني بس اريد افهم شلون حسابي انحضر بعشر دقائق. تعرف قيس، ادخل على اعدادات اللايف اللي عندك واكتب ارسال مشكله، فراح يقدم لك الحل اللي دائما يعني يقدموه بعض الحلول، تعمل كذا كذا، يسالك هل انحلت المشكله، قل له لا، يرجع مرتلق لك اشرح لنا المشكله. فمرات من تشرح المشكله تبعثها، يا اما يفتحون الحظر كامل يا اما يقللون الحظر. يعني مثل سبعة ايام يعملون مثلا يوم واحد. انا مجربها مره مرتين نجحت الشغله. اخ رامي عزيزي حياته وسهلا بك، تحياتي لك اخوان. عندي سؤال جدا مهم، طلب. اي واحد من عندكم يعرف اللغه الايطاليه بطلاقه يتصل بي. اي واحد من عندكم يعرف اللغه الايطاليه بطلاقه يتصل، او اذا يقدر يوصلني بشخص يعرف اللغه الايطاليه بطلاقه جدا. وعندي سؤال جدا مهم، عندي سؤال جدا مهم. اكو فيديو واحد قاعد يتكلم بينه اشياء باللغه الايطاليه، نريد نتاكد من شيء واحد بس. عرفت الفيديو طبعا. اكو شخص قاعد يتكلم. اي تفضل. مترجم اخ قيس على عده لغات. اعرف أوكي. اعرف بس انا بس اريد اقطع الـ يعني الكل اي شك ممكن باليقين. كمل عزيز، كمل كمل كمل. بس لا راح تفتح بينه لايف خطيه. بس اكو واحد ياكد لي. اصبر. راح اقلب الدنيا قلبان مو طبيعي. اصبر عزيز. بس خلي اتاكد من كلامه الخارج من فمه انه هو هذا، انه هو صوته مسموع وشغال قاعد يتحرك 100%. بس اريد الترجمه خلاص. الترجمه طلعت هي، طبعا هي الترجمه 99.9999% صحيحه، بس اريد اقطع هذا باليقين يعني حتى اسوي لك لايفات. حاسوي لايفات على انه عزيز انت. اي بصراحه يحتاج استاذ. الموقع ما يفتح. شلون الموقع ما يفتح؟ شلون يعني الموقع ما يفتح؟ الموقع www.churchofjesuschrist.nl شو ما يفتح عزيزت علينا مشكل. طيب خلينا نشوف المشكلة عندك. المشكلة عندي. لحظة عزيزي، صح 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 اكو مشكلة. عفية عليك، صح اكو مشكلة. هاي شنو هاي؟ ليش الموقع بينه مشكلة؟ هل كن حاولوا انه كن سووا له، صدقني احتمال كن هجموا على الموقع مال الكنيسه همنا. الموقع على الانترنت ما قاعد يفتح. عجيب. فتح. حاول هسه اخونا، حاول هسه. رجع فتح. رجع انسد. رجع فتح ورجع انسد. هاي شنو الموضوع؟ عجيب. اعتقد سووا من هذا الهجوم يسمونه ديدوس. ناس، الاف الناس تحاول تدخل على الحساب حتى ينحضر، او حتى يعني ما 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 ما, 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 ما يقبل. عجيب. طيب ايش كان اسمه ذاك؟ عجيب جدا، عجيب صدقوني، شيء مو طبيعي. شيء مو طبيعي. الموقع معود موقع الكنيسة. رجع هسه رجع.
هسه رجع اخونا ايش كان اسمك اتش كيو حاول هسه عزيز انت هذا الموقع شباب اللي يحب يدخل على موقع الكنيسة هذا الموقع وينك هذا هو الموقع هذا موقع الكنيسة كنا طبعا رؤية الكنيسة رؤية الكنيسة والترانيم والوعظات وتحميل الكتاب المقدس أي واحد شوف شوفوا مو طبيعي شنو الشيء اللي قاعد يصير حاليا ما أكو ما أعرف الحساب بين مشكلة عزيزي حاليا الموقع بين مشكلة عموم هنا أنا اللي يريد ينزل الكتاب المقدس يقدر ينزل الكتاب المقدس هاي الترجمة ترجمة شوف هاي العهد الجديد هاي انه بنعمة يسوع المسيح احسن ترجمة موجودة باللغة العربية للكتاب المقدس واحنا حاليا مشغولين بالعهد الجديد بالعهد القديم عذرا خلصنا العهد الجديد وتقريبا خلصنا العهد القديم نريد نكمل حتى نطبعه في كتاب كامل نعمة يسوع المسيح أحسن ترجمة موجودة بالعالم وربي قوينا ربي قوينا أنه للأسف الفندايك بي كثير أخطاء بالترجمة حتى الحياة وغيرها فردنا نسوي ترجمة قوية سليمة يعني ربي قوينا مشكور أخ وسام مشكور على شهادتك عزيزي هذا الأخ وسام أيضا يقرأ من هاي الترجمة هو جدا مستفاد مشكور أخونا وسام هل ناظرت دكتور ليل أكو دكتور ليل شنو أكو واحد يسمي نفسه دكتور ليل شو يعني دكتور ليل ما فهمت هذا الدكتور يفوتك بالظلمة عزيزي تركه ومعود صدق كذب مجروح على دكتور نهار بينه نور بينه شيء معود صدق كذب شنو دكتور ليل ما دكتور ليل شنو عزيزي انت على العموم شوي ناس ما اعرف شلون يا باخ شفتوا مع عزائي شلون يسوع المسيح ينتصر طبعا خلي الشيوخ ساكتين يا شيوخ استمروا ساكتين واحنا نبشر بكل العالم وبالوطن العربي وبالاقصى الشرق الى اقصى الغرب احنا نبشر والناس تؤمن بيسوع المسيح انتوا خليكم استمروا بالهروب استمروا شنو استمروا بالهروب يا شيوخ أهل السنة والجماعة وشيوخ الشيعة استمروا بالهروب حتى أكثر وأكثر الناس تؤمن عن طريقكم تقولها شيوخنا هاربين احنا شلون نؤمن بشيوخ هاربين شيوخنا هاربين مران ديفيد تحت وسهلا بك العزيزي وسهلا بك شيوخ هاربين مو طبيعي مو طبيعي هروب مو طبيعي طبعا سنة وشيعة سنة وشيعة بس بعد واحد هذا اسمه الشيخ محمد شنو محمد بن عبد الدين ناي شنو اسمه هذا محمد شمس الدين اي نعم هذا اللي يعني اريد اتصل بينه انه ادعو بمناظرة رسمية اتمنى يقبل محمد بن شمس الدين هذا اعتقد من دير الزور عايش بالمانيا لا قيس يقبل الواحد يجي هذا على المناظرة هو أنا ما أعتقد يجي يعني واحد يعني اتصل عزيزي عندنا مناظرة مع أحمد الإمامي حطمناه تحطيم كامل اكتب قيس جبرائيل أحمد الإمامي شوف شلون انحصر أحمد الإمامي بحصرة قوية جدا طبعا أخ سلمان أنت شايف هاي المناظرة شايفة إيه شو ما شايفة تذكر شلون بالنهاية تذكر شلون بالنهاية لما قال مريم هي زوجة الله تذكر تورط تورط ورطة ما طبيعية جادي كحلها عماها أوكي وبالنهاية بأخير مداخلة إله يجيب لي كتاب عمره 100 سنة مكتوب 1930 قاعد يقرأ من عنده هو عباله مثل بحار الأنوار مكتوب 1400 قبل 1400 سنة ميلادية ويعترفون به عباله نحن نفس الشيء يعني مثل هذا لذاك اليوم قال إنجيل برنابا بس كبسته نزلني اتصور اثنين مسلمات طالعين معانه أوكي بالجيست حكوا علينه قاموا يكتبون جوا قالوا ما عيب هذا حتى عيب يعمل هالشكل يعني ليش نزلوا ليش عايش يشغل فيديوهات هو يناظر لو يشغل فيديوهات
قالت وحده قالت له ننزل، قالت له يلا مشي معوده، نزلوا وراحوا طلعوا من اللايف، ظل وحده هو مشغل الفيديو. ف يا شيوخ الاسلام استمروا طبعا حاليا الاف المسلمين تركوا الاسلام سببكم، استمروا يا شيوخ الاسلام استمروا بالهروب. هاي مليار و400 مليون مسلم، ماكو واحد فقط يجي يتفضل يقبل التحدي؟ مليار و400 مليون مسلم، وين الشيوخ؟ وين شيوخ الازهر؟ طبعا اقلك تتذكر المره دخل عندي هذا الشيخ الازهر اللي مرض يطلع صورته بس طلع المكتبه، تتذكر؟ ايه شو كانت مكتبه كبيره؟ ايه وكله ما فادته بصراحه. حاورناه على موضوع ان الرسول كان يقرا والليل اذا يخشى والنهار اذا تجلى والذكر والانثى. يا شيخ الازهر الرسول كان يقرا والذكر والانثى. طبعا انا اتعجب، امه ما اعرف شلون امه تفكر، انتم تاخذون القران من عثمان شلون؟ انتم غير تاخذون القران من الاربعه. هو رسولكم مو قال خذوا القرآن من أربعة؟ مكتوب عثمان؟ ما مكتوب عثمان. أخذتوا القرآن من عثمان ليش؟ 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 أخذ القرآن من عثمان، أخذ القرآن من عثمان. ليش أخذتوا القرآن من عثمان؟ ليش؟ هو عثمان كاتب قرآن يعني؟ خذوا من أبي بن كعب الذي كان يكتب فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى. خذوا من أبي بن كعب، الرسول قال خذوا من أبي بن كعب كان يكتب فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى. ليش طيرتم إلى أجل مسمى؟ ليش؟ ماكو احتمال لأنه كان الشيعة انتصروا عليكم بموضوع زواج المتعة؟ صدقني كان سحقا مبينا إلى أجل مسمى انتهى الموضوع خلاص، يعني زواج مؤقت خلصت، بس هم خجلانين يعني ما يقدرون. وللعلم الشيعة هم يسحقون أهل السنة، أغلب المناظرات الشيعي ينتصر على السني، أوكي؟ لأن يقول لك عندك رسول مسحور، عندك رسول يهدي، عندك رسول كذا، عندك رسول يخاف من عمر بن الخطاب، عنده مشكلات كبيرة أهل السنة والجماعة، تمام؟ فمصيبة مصيبة. فأخواني أنتم المسلمين، أنتم أصلاً ولدتم في فخ، أنتم ولدتم في فخ، اخرجوا من هذا الفخ وتعرجعوا الى ابراهيم وداود وموسى واسحاق ويعقوب، ارجعوا الى الاله الحقيقي. انتوا اصلا هاي المتاهات ايش دخلكم بها يعني؟ طيب راح انطيكم موضوع ثاني تكلمنا به عن شنو سورة الاحزاب. يقول الرسول انه وما عليكم ان تؤذوا اخمازن 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 معود. يلا راح نشيل الكتم عنك اخونا، بس عليك يا فكر رجاء ترجاك. وين راح الاخمازن؟ ايه راح اشيل الكتم عنك عزيزي، بس عليك يا فكر اخونا، عليك عليك يا فكر. احنا ما نريد نعثر الناس اخونا، ما نريد نعثر الناس. طيب انت كاتب انه وليس عليكم ان تؤذوا الرسول. يابا نفتح التفسير تفضل. شلون يعني نؤذي الرسول؟ بان تنكحوا زوجاته من بعده. ليش؟ انت ايش دخلك بالنص؟ انت متت، انت ايش دخلك بالنص؟ يعني ام المؤمنين عائشه كانت ارمله عمرها 18 سنه، ليش انه انت ردت تبقى ارمله؟ ليش؟ ليش؟ لو هذا اكبر اثبات انه انت بس تفكر بنفسك. التفسير يقول طلحة قال إني سوف أنكح عائشة بعدما يموت الرسول.
الرسول تكهرب، الرسول تكهرب. ليش؟ يعني انت هسه حاليا متونس انه ارمله وحده عمرها 18 سنه بقت ارمله طول ايام حياتها؟ متونس انت؟ انت متونس حاليا يعني؟ يعني انت ايش دخلك؟ هسه طبعا شو يقولوا لك؟ يقولوا لك لا 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 لا، زوجات الرسول هم زوجاته ايضا في الجنه. طيب ليش بس زوجات الرسول زوجاته بالجنه وانتم زوجاتكم لا؟ ليش؟ ما اعرف، مرات لما تقرا القران تقرا تفسير تقول هذا كتاب مقدس له عباره عن مسلسله. ما تعرف. دراما دراما. بالضبط، هذا الكتاب مقدس لو مسلسلة تركية. ما تفهم. صح صح. بس تفكر تقول أنت 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 شنو هذا الحب؟ شنو هذا الأنانية التملكية؟ أنانية تملكية. شنو الأنانية هاي التملكية اللي تريد تتملك الناس؟ شوفوا يسوع المسيح كان بالضبط العكس. كان دائما يفكر بالآخرين. كان دائما يفكر أولا بالآخرين، وأصلا هو تجسد لأنه يحبنا وما راد نقضي حياتنا الأبدية في بحيرة النار والكبريت حيث دودهم لا يموت ونارهم لا تطفأ. شوفوا هاي المحبة الحقيقية، تفكر دائما بالآخر. إنما الرسول كان دائما يفكر بنفسه. الرسول كان دائما يفكر بنفسه. تؤذوا الرسول، تؤذوا الرسول شلون يعني؟ أرملة عمرها 18 سنة لازم تبقى عمرها 18 سنة إلى أبد الآبدين؟ وطبعا أنا متعجب، هذا طلحة وهذا واحد من العشرة المبشرين بالجنة، صار بينه هذا؟ طلحة واحد من العشرة المبشرين بالجنة كان يريد يتزوج عائشة كما يقول. طبعا كتبكم تقول هذا الشيء مو إحنا، يا احنا ما نجيب شيء من كتبنا، من كتبكم انتم هاي الاشياء مكتوبه. اخواني المسلمين، خلصوا انفسكم من هذا الجيل المنحرف، جيل معوج. انتم في فخ عظيم جدا اسمه القران. انتم في فخ عظيم جدا اسمه القران. تعالوا الى يسوع المسيح المحب. طبعا منو من عندكم يعرف محمد صالح؟ تعرفون محمد صالح؟ انا اعرفه، مشهور. هذا واحد ملحد. يا با انت اصلا فاتح لايف ليش؟ يعني انت ايش عندك حتى تقدم للبشريه؟ الواحد ينتقد العقيده الاسلاميه لمن عنده شيء احسن. انت ايش عندك احسن؟ انت عندك حاليا لناكل ونشرب لاننا غدا نموت؟ ايش عندك انت؟ ايش عندك انت كملحد اصلا فاتح لايف ليش؟ يعني تريد تسوي ناس ملحدين مثلك؟ يعني تريد تسوي ناس ملحدين مثلك؟ على العموم، فأخواني المسلمين أترجاكم، يسوع المسيح قال أحبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم، صلوا من أجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم حتى تكونون أبناء أبيكم الذي في السماء. كلام جدا رهيب، جدا رائع، جدا قوي. أخسر من فضل عزيزي، عندك شيء؟ هناك فرق كبير نشوفه في معركة أحد. معركة أحد انسحب المشركين على أساس أنهم خسرانين المعركة، تمام؟ فهب المسلمون إلى الغنائم، لأن الفكر مال معركة كله متجه نحو الغنيمة، مو نحو النصرة، نصرة الحق وإلى آخره. فاللي صار رجعوا يعني أهل قريش هجموا مرة ثانية وقتلوا ناس كثيرين بالمعركة، وانتصروا طبعا بالمعركة وهزموا المسلمين بالمعركة، فرادوا يضربوا منه الرأس اللي هو محمد في المعركة يقتلوه. أوكي،
فهذا الرسول بدل ما أن 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 يعني يخاف على دماء المسلمين، صاح على الصحابة يعني أن ينقذوه. طبعا فج رأسه، كسرت رباعيته وتأذى بهذه المعركة. فجاء واحد من الصحابة قاتل عنه فقتل، جاء الثاني قتل، جاء الثالث قتل، 7 صحابة يدافعون عنه، أوكي، وهو مضروب، وقتلوا جميعا 7. آخر شيء جت امرأة دافعت عنه وضربت بالسيف والسهام وتأذت المرأة جدا جدا. فقال من يعاني ما تعانيه يا امرأة في هذا اليوم؟ قال لها شلون انت معاناة؟ طيب انت معاناة، انهي هاي المعاناة، موت بشرف. اوكي، نروح لصورة ثانية في بستان جسيماني، نشوف انه الرومان جود يلقون القبض على يسوع المسيح. فش قال لهم؟ من تطلبون؟ من تريدون؟ قال لهم يسوع الناصري. طبعا بعد ان سقطوا على الارض، اوكي، نشوف المسيح القوي العظيم اللي ما يتنازل في وقت الأزمات، حاشا، هو ثابت ما يتغير. قال لهم إن كنتم تطلبونني فدعوا هؤلاء يذهبون. هاللويا، تريدوني؟ إيه نعم، دعوا هؤلاء يذهبون. تعرف ليه سقطوا؟ حتى ما يسمح لهم أن يمدون اليد على واحد من التلاميذ، وضحى بنفسه وتقدم مع الرومان وسلم نفسه للرومان، ولكن بعدما أطلق التلاميذ. شوف الصورتين إيش قد مختلفين، واحد يجعل 7 صحابة يقتلون وامرأة صحابية تدافع عنه، امرأة هو خائف من الموت، خايف يموت، وين يروح؟ طبعا هو ملحد، يعني أنا دائما أقول هذا الرجل كان ملحد لا يعترف بوجود الله، ولا ما كان يفتري على الله بهذه الطريقة. والثاني يأبى أن يسلم أحد تلاميذه وقدم نفسه أمام الجميع. صورة معبرة جدا، من هو الحقيقي ومن هو المزيف، من الأناني اللي يحب نفسه وما عنده أي مشكلة الناس تموت من أجله، ومن هو المضحي اللي هو يقدم نفسه فدية عن كثيرين. صورة معبرة رائعة جدا عن الفرق، وعن الهدف، وعن الغاية، وعن الإنسان الحقيقي، وعن الصادق، وعن الكاذب، عن اللي يعرف رسالته ومتأكد منه وذاهب إلى الصليب، وعن شخص ما يعرف هو وين رايح فميت من الخوف لا يموت، ميت لا يعني مرعوب لا يقتل، وهي الحياة اللي هي بيها الملذات تروح من عنده. أحسن من هاي الصورة ما راح نلاقي صدقني. طبعا هذا الشيء صار هو التتميم للنبوءة المكتوبة في يوحنا 17، يقول يسوع المسيح: هؤلاء الذين أعطيتني أنا حفظته، ولا واحد منهم هلك إلا ابن الهلاك حتى يتم الكتاب. يسوع المسيح قدم نفسه حتى في البستان عن التلاميذ، قال لهم مثل ما قال أخونا سروان، قال دعوها لا اتركوهم، تريدوني أنا؟ قال عما تطلبون؟ قالوا يسوع الناصري، قال لهم أنا هو. سرعان ما قال أنا هو تراجعوا إلى الوراء وسقطوا أرضا. يا مسلم، يا مسلم اللي تسأل أين قال المسيح أنا هو الله، ممكن تفكروا وياي للحظة؟ قالوا له، قال لهم من تطلبون؟ قالوا يسوع الناصري. قال يسوع الناصري أنا هو، مكتوب سرعان ما قال أنا هو تراجعوا إلى الوراء وسقطوا أرضا. ليش؟ أنت مفكر بهاي المعلومة، بهاي الحادثة؟ يسوع المسيح قال أنا هو، سرعان ما قال أنا هو تراجعوا إلى الوراء وسقطوا أرضا. شو الموضوع؟ عندك فكرة أخونا؟ فكر عزيزي، فكر، فكر لماذا تراجعوا إلى الوراء وسقطوا أرضا؟ حيك طيب إيه حاليا، لأنه شنو الموضوع؟ أنا باكر الساعة 6 لازم أقعد هذا الموضوع. بس شنو الشيء الجميل؟ طبعا باكر عندنا لايف يوم الأحد، عندنا يوم الأحد عندنا لايف، يوم الاثنين عندنا لايف،
يوم الثلاثاء عندنا لايف، يوم الأربعاء عندنا لايف، يوم الخميس عندنا لايف، يوم الجمعة هاي ايش قالت هاي الأخت؟ قالت توبي يوبي 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 يوبي. هسه هاي الأخت قلنا شو ورطني، هسه هاي الأخت قلنا شو ورطني وقلت هاي الكلمة. لا لا خلاص لازم ننقل هاي الكلمة، جميلة حبيتها بصراحة. هي ودوي دوي يوبي دوي دوي جدا قوية هاي دوي دوي، هاي الدوي دوي جدا قوية صدق. اخواني واخواتي ربي قويكم يحفظكم يحميكم، بس اتمنى انه الحظر مو سبعة ايام، بس اذا الحظر سبعة ايام ف شلون انحضر بسبعة ايام بعد عشر دقائق لايف وانا القستات ما فتح؟ طبعا ما اعرف اذا الاخت ارينا موجودي، خطي كثير انقهرت، كتبت لي قالت لي كثير انقهرته، قالت كثير انقهرته يا صدق. مشكور عزيزي، مشكور اصلا، اشكر رب، اشكر رب يسوع اعطانا القوه. احبائي الموجودين بس عندي رساله بسيطه، التيك توك مليان لايفات، صدقني اذا انت كنت انسان روحي راح ما ترتاح روحك بهاي اللايفات كلها. انا طبعا من الاخ قيس يكون ما فاتح لايف، او الاخ لاوند ايضا اخ مبارك جدا تمام، من يكونون ما فاتحين انا اذا ما اريد افتح لايف افتر باللايفات، اريد لي لايف واحد له قيمه صدقوني ما الاقي، لا لايف مسيحي ولا لايف حوار ولا لايف، اكو لايفات بها يسموها مثلا محتوى، ماكو 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 شيء ممكن ان يخلي الواحد اكثر يستمتع يستفاد، مثلا ياخذ عبره، يفتهم شيء مفيد، ماكو. تقول اللايفات كلها مسبات وشتم وتجاوزات وتجريحات تمام، واللايف اكو لايفات طبعا لايفات مسيحيه روحيه لكن التعليم به مصايب، يعني من انا افوت بصراحه اضايق واطلع، يا اما اطلع اقل من تمش حتى تعلموني معود، يا اما طبعا هذا الامر يعني راح يصير بي مشاكل كثير فانسحب واطلع من اللايف. اوكي، فحتى انتم اختاروا اللايفات، تابعوا الاخ قيس، تابعوا الاخ لاوند، اذا تحبون تابعوني براحتكم، يعني حتى لا تقولوا ان اريد متابعين والى اخره، انا ما تفرق معايا، انا بلايف اثنين او 100,000 ما تفرق معي، ولا الاخ قيسي تفرق معانا صدقوني زين. فاختاروا اللايف، اختار انه تسمع صح، تكون اذانك تسمع صح، والرب يبارككم. وشكرا على هذا اللايف الروعه عزيزي الاخ قيسي، تدلل عزيزي تدلل تدلل. اخواني بس اريد اقول لكم شيء واحد، انا حاليا موجود قدامكم، هذا اللايف موجود وانتم ترتاحون بين روحيا فقط لانه رب انطاني النعمه حتى احمل صليبي واتبعه، فاعرفوا انه الفرح العظيم يكون موجود في العذاب. شويه شيء غريب انه شلون يعني الفرح بالعذاب، لانه ما اذا ما اكو موت ما اكو قيامه، إذا أنت ما تموت عن نفسك تنكر نفسك تتبع يسوع المسيح ماكو قيامة. بس افهم أنه الصليب في وقته مؤلم لكن ينتج ثمر، الصليب في وقته مؤلم لكن ينتج ثمر. فأصلي من كل أعماق قلبي أنه ربي قويكم ينطيكم القوة حتى تحملون صليكم تتبعون يسوع، وكنا نكون مع بعض عائلة واحدة نمجد ونسبح نسبح الرب. يوم الجمعة ايش مكتوب؟ مشكور أخ مازن، يوم الجمعة صح بس الأحد قادم صح، نعم يوم الجمعة يوم الموت ألم، لكن يوم المجد قادم، يوم الأحد قادم صح. المسيح تألم ومات ودفن وكان آلام رهيبة جدا، لكن كان يعرف أنه يوم الأحد سوف يقوم وينتصر على الموت.
زين، الذي لم يبالي بالآلام، استهزأ بالآلام، أوكي، من أجل المسرة الموضوعة أمامه، والمسرة هو نحن. قام المسيح من أجلنا لكي نقوم نحن أيضا معه. فاليوم إذا تتألم أشجعك، ابقى، اتحمل، الأحد قادم، الرب سيقيمك كما أقام يسوع المسيح من بين الأموات. إذا اليوم تعاني على مد بحياتك، تريد تموت عن العالم وتعيش مع المسيح، يعني طوبى لك، هو هذا الطريق الصح. تتألم اليوم ولكن بكرة فرح. زين، يقول الزارع من يزرع يتعب بالعرق ويحصد بالابتهاج. ليش يحصد ثمر التعب؟ يقول في الليل يبيت البكاء، وبالنهار بالصباح، بالصباح ترنم. صح صح، المجد اللي تاخذه وانت عتموت عن العالم وتقوم مع المسيح وتصير معانه لا يقاس باي شيء مادي او شيء معنوي او شيء من هذا العالم، ماكو اي نوع للقياس. حياه اخرى، فكر اخر، راحه وسلام اخر، سعاده داخليه اخرى تختلف عن ما العالم، ما يقدر يقدم لك هاي الامور، تمام، ابدا ما يقدر يقدم لك. فاشجعك، يقول ان لم تقع حبه الحنطه وتموت فإنها تبقى وحدها. اليوم إذا أنت مسيحي وما عندك ثمر، تحتاج أن تموت وتقوم وتجي وتجيب ثمر كثير مثل ما عمل المسيح. قل أما أنا حين يرفع ابن الإنسان، إيش راح يصير؟ تعلمون بأني أنا، كثير ناس علمت بأنه هو بعد الموت وبعد القيامة. والرب يبارككم أحبائي. أخوان، حطيتوا فيديو بالقناة الرئيسية، طبعا القناة الرئيسية موجودة بالبايو، أكو فيديو عن هذا، يعني فيديو 60 ثانية، دقيقة واحدة بس، روحوا شوفونه رجاء واسمعونه. اسمعوا شلون أنت إذا تريد تتبع يسوع راح تواجه الاضطهاد، حتى احتمال يقولوا عنك أنك مجنون مثل ما قالوا عن يسوع، أو يقولون عنك تريد أنه تنشهر مثل ما أخوان يسوع قالوا ليسوع تريد تنشهر. انت لما تريد تتقدس وتتكرس العالم كله راح يصير ضدك. صح، روحوا شوفوا هذا الفيديو، اترجاكم الفيديو موجود هذا اليوم، قبل ساعة حطيته الفيديو، موجود بالبايو، موجود يعني بالقناة اللي بالبايو. تفضل اخوان. راح يقولون عليك مهرطق، اوكي، وراح ينتظرون كلمة زلة منك حتى ياخذوها عليك. صدقوني هذا لا يفقايس ولا يفي، يجون قسم من الأشخاص يقعدون الخمس ساعات والأربع ساعات بدون ملل وتسجيل. أشي يريدون؟ يريدون زلة. ما تذكرون شيء؟ ما تذكرون أن هناك فريسيين قاموا يتبعون يسوع على أساس أنهم مؤمنين لكي يمسكوا عليه خطأ واحد، تمام؟ نفس الشيء اليوم الأمر يتكرر. هسا احنا ما نتكلم، بس خلينا نحكي بشوية عقائد منحرفة، مباشرة يصير هجوم. هذول مين يعرفون؟ عندهم علم الغيب؟ لا، عيون في كل مكان تنتظر زلة، ولكن من يشوفوا ماكو زلة. نحن نحكي بالكتاب، اذا انت ترفض الكتاب روح ادخل الاسلام عزيزي، ما عندنا مشكلة. احنا نتكلم بكلام الرب يسوع، كلامنا مو كلامنا احنا. ولا مرة قيس يتكلم عن نفسه هو وكلامه هو وفكره هو، ولا أنا أتكلم عن فكري، أنا فكري غلط، فكري الإنساني غلط. أما نحن فلنا فكر المسيح. تريدون تغلطون؟ تعالوا غلطوا المسيح إذا بيكم خير، ونحن لكم بالمرصاد، أوكي؟ فصدقوني، أول كلمة تنقال عليك أنت منحرف ومهرطق و نفس الأشياء اللي كان يريد الفريسيين من المسيح، يريدون غلط. أحمد بركات كاتب، أشو الغلط بالإسلام؟ عزيزي رح أقل لك غلط واحد فقط، روح أقرأ سورة النساء والآية 24، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، كيف إن إلهك سمح للإنسان المسلم أن يطأ المرأة المزبية المتزوجة، لأن بالسبي يرتفع النكاح بينها وبين زوجها.
صحيح مسلم 2767 يقول: أصابوا سبيا يوم أوطاس فتخوفوا، فنزلت هذه الآية: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. أفكر عزيزي، هل أنت مستعد مرحب بالفكرة أنه رجال يزبي مرتك ويطعها؟ فكر بالموضوع، فكر أخرى، فكر، فكر عزيزي، فكر بهاي الأمور. أو أنه القرآن حبيبي تكلم معي عن الموجود الآن، عجيب، وهذاك الموجود لا يحسب، يعني هذاك الموجود لا يحسب. وشو شو إلهك تغير أخونا، إلهك تغير، هذا واحد. اثنين، سورة الطلاق، إلهك يسمح للرجل بأن يتزوج طفلة، إلهك يسمح للرجل بأن يتزوج طفلة. أوكي أخونا، حيك شباب، مشكورين إخوان على هذا اللايف الجميل جدا والرائع، ربي قويكم. أنا كثير تعبت، قلت لازم أروح أنام. وين هاد؟ سورة الطلاق الآية رقم 4 أخونا، سورة الطلاق والآية رقم 4. إخوان، ربي قويكم، يحفظكم، يحميكم، يمليكم بالروح القدس والفرح والهدوء والسلام والطمأنينة، وأراكم غدا بقوة الرب. أنا باشر أعتقد راح أفتح لايف، طبعا الأخ سلوان عنده مناظرة الساعة 6، فأنا راح أفتح لايف أعتقد قبل المناظرة وبعد المناظرة. إيش قلتوا أنا ليش؟ لاوند، قلت الأخ سلوان، عذرا، الأخ لاوند عنده مناظرة الساعة 6 مساء بتوقيت أوروبا، والساعة 7 مساء بتوقيت مكة والعراق، فأعتقد راح أفتح لايف قبله وبعده، متأكد بعد، خلي نشوف. على العموم، ربي يقويكم، يحرسكم، يحميكم، تحياتي العسكرية، وأراكم قريبا بقوة يسوع. تصبحون على ألف خير.